محمد زعايتر. مساء الخير محمد. محمد، كم مرة مجوز انت لليوم؟ 9. تسعة. وكم مرة مطلق؟ مطلق 4 والخامسة على الطريق. على الطريق بدك تطلقها قريبا يعني؟ إذا الله بيريد. قبل ما أحكي عن 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 سبب الزواج وأسباب الطلاق، تتذكر أساميهم التسعة اللي تزوجتهم؟ إيه طبعا. شو أساميهم؟ إنصاف. إيه نعم. هيام، سهام، نجوى، عائشة، جمانة، أسيل، فاتن، زينب. بعد في حدا ضايع. عاد في واحد. ليه؟ ما في أسباب. بس لحتى إنه بس شوف واحدة تعجبني، لحتى ما أزني معها، أتجوز، أتفق أني أتجوزها. وليه تطلق؟ طلق بس أخذها وأرجع أخذ غيرها، بلش المشاكل. أي مشاكل؟ أنا إياها يعني. أنت ومين ضعت؟ لأن هون بدك شو بدي إذا بدي أحسب لك من 25 سنة 26 سنة لهلا. نعم. يعني أرد عم عليك، من سنة ونص تجوزت اثنين، ما في بين بعضهم شهر، بعضهم عندي. إذا بتصح لي وحدة وأيام شتوية بتقولي بدي أشوفك بالبروتيل، بدك تمرق من حد بيتنا. المهم أنا بلبس البروتيل وبصير رايح جاي. كذاب. هي بتقول لها بدي شوفي، بتقول لها والله ما فيني، لا خي بيخليني ولا بي ولا شاب. ضل مين بربعة؟ لا هلا انت هلا هو اوكي انت 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 بس دقيقة محمد، محمد عليك من هالجنة والله بس دقيقة شوي شفتك بس عن اذنك. انت مانا وقت مجوز تسعة نسوات، وقت مجوز وقت مجوز تسعة نسوات، ما عندك قاضي انت، انت بركة تسلى. خليك مع شوي بعض الناس. ليش وعرض الناس ما انا سايبي لك تسلى؟ بدك تسلى انت ب 16 عرض ناس. انا ما سليت. ليش انا شرع بسمع لي؟ شو المجتمع شو بيقول عن رجل تجوز كذا مرة وبيطلق كذا مرة؟ اي صوره بيكون المشكله كذا مره وبيطلق كذا مره؟ نعم. مش هيك بصير انه كان سونجي، ينظروا الناس بتنظروا كان سونجي. يمكن اذا واحد بتفوت لعنده عم تشرب فنجان قهوه ممكن يشك فيه. ده في زلمه منه سونجي؟ ما في زلمه الا من سونجي. انا بدي جاوبك انت اخذي ثلاثه. ايوه انت امراه. نعم الله ينعم عليك. شو لك؟ جاوبة. شو يعني؟ شو عم بتقول؟ يعني انه ثلاثة. شو يعني ثلاثة؟ يعني رجل يعني ما بتعير، المرأة إذا أخذت أكثر من رجل بتتعير الامرأة. يعني عم بتعيرها لرجل؟ لا 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 لا. كيف يعني؟ بتتعير الامرأة. بعدهم أنتم بتتجوز ثلاثة مع بعض. لا بتتعير، اسمها المرأة ما بدها ثلاث نشوان، ورا ثلاث رجال. نعم. لما الزلمة إذا أخذ 50 مرة بيطلعوا له فيها أوف هو الزلمة، ما بتعيب الزلمة، بشو بتتعيب أنا؟ بشو بتتعيب أنت؟ ما بتعيب شيء، بعد مش نسرين نسرين قالت لك بتعيب. نسرين قالت لك بيتعيب الرجل. شو بتعيب؟ شو بتعيب الرجل؟ بتعيب الرجل اذا عنده اخلاق مثلا دير على حاجه مثلا معلش. فيني اسمع فيني اسمع نسرين اذا بتريد. اذا بتريد فيني اسمع نسرين. ليك بدي اقول لك شغله، القرار الصعب مين بياخذوه؟ الزلم، الرجال. نعم. هيدا نحن نقول يعني يا سلام عن جد هيدا زلمه، هيدا القرار. بس القرار الهين كل الرجال اللي شايفهم فيهم يطلقوا ويتجوزوا، هيدا الشيء اللي انت عملته كل العالم فيهم يعملوه. هيدا الشيء اللي انت عملته، كل الزلم هون اللي فيه شو كيف بكره بيتجوزوا، واكد لك انه بيلاقوا حدا يطلقوا، مش عم حدا يجي يتجوزوا مره ثانيه. بس انت الزلمه زلمه، الزلمه زلمه، يا خي اول مره تجوز وطلق بنقول طيب نصيب صار، ثاني مره، بس ثالث مره لا. انت مفهومك للزواج شو اليوم نسرين اليوم بالقرن 21؟ الزواج هو بيت عائلة اثنين بيحترموا بعضهم، متفاهمين مع بعضهم، اصلا هن متفقين على هيدي الاشياء. في مشاركة طبعا، واولاد وعائلة اسرة. دكتور فؤاد طحان، هون السؤال اللي بيطرح بهذا المحور دكتور، لما الرجل بيتجوز كذا مرة وبيطلق كذا مرة، عم نحكي عن الطلاق، رجل بيطلق كذا مرة، يعني نجاح قال لاسباب بيعتبرها عادات وتقاليد، يعني هو عنده اياه، بقول المرأة اللي بتجي على بيتها لازم تكون خاضعة لزوجها، ومحمد طرح مشكلة ثانية، موضوع ثاني طرحه، انه بيتجوز كذا مرة لأنه الرجل بالنسبة له نسونجي، هو بالنسبة له بده يعني بحق له يقدر يغير، عذرا على التعبير يعني، بيطلق وبيتجوز لأنه طبيعة الرجل نسونجي. لازم نعرف استاذ مالك انه الزواج هو ارتباط بين شخصيتين، أول شيء، شخصيتين مختلفتين، يعني مش ممكن يكون في شخصيتين مثل بعضهم ونقدر الاثنين يمشوا مثل 100% مثل بعضهم. فالاهم شيء انه يكون في نتقبل الثاني مثل ما هو
والثاني يتقبلنا مثل ما هو ويجرب نقرب وجهات النظر. انا في نقطتين مهمين بحب اطرق لهم، هي عمر الزواج وفتره التعارف. نعم كثير مهم. بدي اسال الاستاذ نجاح، قديش كانت فتره التعارف بالعلاقات تبعولك؟ هو قال كان في وقت تشوفها بعرس امراه احدى منهم حب انا 104 سنين متواصل ليل ليل نهار نهار. نجاح الدكتور عم بيسالك عن فتره التعارف اللي كانت تسبق الزواج. قلت اوقات كنت اعجبك وحده بعرس تتجوزها ثاني يوم، مش ثاني يوم بتاخذ معي محور، يعني هون السؤال خلاص تعارف تاخذ معي محور يعني مرات شهر مرات شهرين مرات سنه. هاي الفتره كثير مهمه استاذ مالك، فتره التعارف هي بتاسس للعلاقه المتينه والثابته لفتره طويله. لا بنلاحظ انه كل ما كانت فتره التعارف قليله كل ما بنقدر نتفهم الثاني ونعرفه مزبوط على طبيعه وعلى طبيعته، وبالتالي مش مشاكل بعد الزواج بتكون كبيره تظهر. وفي نقطه ثانيه كمان هي عمر الزواج. وقت الشخص المراهق بنعتبره عمره 15 سنه وهي مراهقه 13 سنه تجوزوا، هودي بعد ما اكتونوا شخصيتهم، لما نعرف نحن بالطب النفسي الشخصيه تبع الانسان ما بتكتمل مزبوط الا لعمر 18 20 سنه، يعني صفات الشخصيه. وبالتالي نحن هلا بحياتنا اليوميه بنلاحظ كثير مشاكل بالطلاق لانه ما في انسجام بين الشخصيات، وهون طبيعي بدها تتغير. زوجته اللي عمرها 13 سنه عم تكبر، هو كمان عم يكبر مرحله معينه وصفات شخصيته رح تتغير، متطلباته رح تتغير. الانسان ستاتيك يعني ما بيوقف بمحل واحد، لا هيدي بتطلق تتغير لعمر معين. من بعد العمر ال 18 20 سنه بتصير الشخصيه ثابته والشخص بصير هيدا هو، يعني فينا نتعامل معه مثل ما هو. فهالنقطه كثير مهمه انه العمر الزواج بعمر مبكر كثير بياثر لانه في تغييرات، في تغييرات جسديه وبالشخصيه والى اخره. وبالنسبه ايضا يعني المشكله اللي طرحها، يعني الموضوع اللي طرحه محمد اللي بيقول انه المراه انه هو نسوانجي وهذا الشيء بخليه يطلق لانه هو بحاجه الى نساء. نعم في بعض الاشخاص بهيدي الطريقه ليكون عندهم ثقه بنفسهم بيعبروا عن رجوليتهم عن شخصيتهم انه يكون عندهم علاقات متعدده، ان كان تعرفوا على ناس بطريقه سريعه وبصير في عنده علاقات، هالشيء بيعطيهم قيمه ذاتيه وبالتالي بصير يثبتوا حالهم انه هن موجودين بالمجتمع وبصير يعملوا هالتصرفات اللي اوقات ما بتكون كثير مضبوطه ومتسرعه.